وهنا دائما لكم مستمعينا عبر إذاعة بانوراما. أهلا وسهلا بكل اللي عم بيتابعونا. وقفتنا اليوم مع مادة الشبو وتأثيرها الخطير على الأعصاب والسلوكيات. حنحاول نفهم شو هي هيدي المادة. وخليني رحب بضيفنا أكيد اللي من خلاله رح نفهم أكثر عن هذه المادة وعن تأثيرها على اللي بيتعاطوها وإلى أي مدى فعلا الواحد ممكن يخلص منها. خليني رحب بالدكتور اللواء الدكتور خالد إبراهيم الدخيل، مختص بقضايا المخدرات. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور خالد. أهلا وسهلا أخت هدى، وحياكم الله، وأهلا بجميع المستمعين، ومساكم الله بالخير. يسعد نهارك إن شاء الله، وشكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. من خلالك لواء الدكتور خالد إبراهيم، خليني أسألك شو هي هيدي المادة وقديه لها تقريبا داخلة على المملكة العربية السعودية؟ طبعا المادة هذه للأسف أنها مادة كيميائية بحتة خطرة للغاية. يعني العجيب أن هذه المادة يعني ركبت من مواد خطيرة جدا، يعني الأمفيتامينات والميث أمفيتامين هذه من التركيبات الكيميائية المعقدة الخطيرة جدا على الإنسان، لكن أيضا تركيبتها وتكوينها يضاف لها مواد كيميائية خطيرة سمية. يعني هذه يعني ثبت أنه بعض المواد يستخدم فيها الغاز اللي غاز الفريون، ويستخدم فيها سماد خطر جدا كيميائي، ويستخدم فيها الفسفورس اللي موجود في عود الكباريت. يعني أشياء عجيبة، يعني سام وبعد يعني سامة للغاية. هذه بغض النظر عن المادة المنعزلة الأمفيتامين المخدر، طبعا هي كشفت أساسا كمادة عرفت في الثمانينات، لكن ما كان لها يعني تعاطي وانتشار بشكل ملفت. انتشرت في أمريكا يعني في 20 سنة الماضية بشكل كبير، ومثل ما وردت في تقريرك أنها كانت مادة منتشرة في الشوارع. بعد كده بدأ انتشارها لسهولة تصنيعها وانتقالها إلى البلدان العربية. هي موجودة في بعض الدول العربية أكثر من المملكة العربية السعودية، لكن في الآونة الأخيرة للأسف أنها انتقلت إلى بلدنا وبدأت يعني تنتشر بشكل كبير، ومن الممكن يعني حقيقة تصنيعها محليا. هي تهرب إلى المملكة العربية السعودية كمادة سائلة، ثم يعرض لها أكسجين معين وتتحول إلى بلورية. طبعا هذه المادة بشكل عام تأتي على شكل زجاج يعني، ولذلك يسمونها الثلج، لأنها تجي على نترات ثلج لأنها مادة بلورية. وأيضا يعني صارت خلاص عرفت بين الشباب أنها الشبو. دكتور خالد، ريت ومنسمع أنه تأثيرها كتير أقوى من بقية المخدرات، وما بعرف إلى أي مدى صحيح. الأسنان بتوقع، بيصير في شيخوخة مبكرة، بيصير في هلوسة مش طبيعية، إلى أي مدى صحيح هيدي الأشياء؟ هي خطورتها تكمن في البداية في مشكلة الجرعة الأولى. المشكلة في الجرعة الأولى أن فيها نشوة عالية الضراوة، عالية العشق في الجرعة الأولى. ولذلك أنا قبل قليل كنت مع أحد مدمن الشبو، لما عرف أني سأخرج معكم تكلم معي وقال لي أنا أول جرعة أخذتها جلست 7 أيام ما نمت، 7 أيام ما أكل، عايش نشوة. طبعا هذا حقيقة يعني، ويقول عايش نشوة. الولد اللي اتصل علي عمره 19 سنة، فيقول عشت نشوة المخدر. يقول هذه الأولى، المرحلة الأولى، أريد يعني بس أسعد، لكن بعدها خلاص أصبح متعلق فيها بسبب أخذي للجرعة الأولى، ثم استمريت على هذه المادة. يقول بدأ يتأثر شكلي، بدأت ملامحي تتغير. هذا بغض النظر عن يعني الشكل والمظهر العام وسقوط الأسنان. أصلا الأمفيتامين يعني، ورجعنا مثل الأمفيتامين، لو رجعنا الكبتاغون الحبوب الأصل، هي أصلا يعني مع يعني مقارنتها بنسبة المادة المفزعة في الشبو
أقل بقليل مع خطورتها وعظيم خطورتها، لأن البعض يعتقد أنه حنا لما نتكلم عن الشبو أن باقي المخدرات لا أمرها سهل. لا لا أبدا طبعا. أنت تتكلم عن مرض وسمية خطيرة، لكن في سم يأخذ 100% وسم يأخذ 90% وسم يأخذ 80%. نعم، ذكرت حضرتك أنه كنت حكيت قبل ما تطلع معنا مع أحد المدمنين اللي تعافى، بيتم التعافي منها؟ لأنه كمان من الأشياء اللي بنسمع أنه اللي بيعلق فيها صعب جدا يتعافى، والإدمان عليها سريع يعني. والله أنا من واقع التجارب ومتابعة بعض الشباب اللي تورطوا، بفضل الله جل وعلا أنه إحنا كان في شاب تعاطى الشبو لمدة 3 سنوات تقريبا، عمره يعني بدأ يتعاطيها تقريبا عمر 16. نعم. وصل عمره 19 سنة. بفضل الله جل وعلا تم التواصل يعني من أسرته، واستطعنا مع الإخوان في مستشفيات الخاصة بالعلاجات النفسية إرادة، وتم سحب المواد السمية من جسمه، وبعدين أدخل إلى دور منتصف الطريق ومراكز التأهيل، يعني رجع طبيعي تماما ولله الحمد، حالته جميلة جدا، أسرته فرحانة فيه، فما في شيء ما يتعالج. نعم. لكن احنا نقول انه دائما يحتاج إلى عناية أكثر طبعا. لأن الرغبة والتشويق للعودة مشكلة، لكن الأمل موجود والشفاء موجود بفضل الله. نعم. طب كيف عم بيتم الترويج لهذه المادة؟ كيف عم يقدروا يغرروا بالشباب ويسحبون لها؟ أنا أكون صريح معك، يعني للأسف أنا حنا اليوم وإحنا نتكلم وكأن هذا الرجل يعني منسق لأن يقع في الفخ في هذا اليوم اللي أنتم أعلنتوا عن هذا اللقاء. نعم. اليوم أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن القبض على مقيم باكستاني جنسية. نعم. بحوزته كيلوين من الشبو، والكيلوين هذه تعادل 2000 جرام. الألفين جرام كل جرعة لشخص جرام، معناه 2000 جرعة كانت معه وتم القبض عليه. للأسف أن يكون بكل صراحة هي الشبو متعلقة بالعمالة الباكستانية بالذات. نعم. لأنه ما في مروج للشبو في المملكة العربية السعودية للعمالة الباكستانية، يروجوها بطريقة عجيبة بطريقة عجيبة. يعني إحنا نعرف أن المخدرات فيها استلام وتسليم، شافوها في الأفلام واقع المخدرات بشكل عام. الآن لا. نعم. الآن ممكن يجيك اتصال دولي لشخصك أنه والله أنا عندي شبو، حتى بأسلوب والله معي تسجيلات لكيف يعرض الشبو، يا حبيبي رخيص قوي، يقول رخيص قوي. نعم. يعني بهاللهجة، لأن أسعاره تعتبر أقل أنواع المخدرات سعرا. نعم. فيقول رخيص قوي ويبدأ يقول لك تبغى، طبعا هم عندهم مبدأ الثقة. نعم. فتحول له مبلغ، تحول له مبلغ على حساب، احتمال الحساب باسم شخص يعني حساب في احدى بنوك المحلية، لكن الشخص موجود برا ويتعامل مع الحساب وهو برا. نعم. فيحول له 200-300 على حسب قيمة الجرعة، وبعد ما تحول يروح يضع المادة في مكان ويرسل لك صورة في الواتساب. نعم. انه المكان الجرعة موجودة في المكان فلاني، ولذلك يحتاج يعني لمكافحة هذه المادة عمل جبار. نعم. يحتاج إلى أن نتفرغ أمنيا حقيقة لمثل هذا الخطر العظيم، وليست كغيرها يعني، فالأمر خطير جدا في عملية الترويج. نعم. وإحنا الحقيقة دائما نقول إن شبابنا في خطر من هالمادة، والله يعني بدأنا نضع يدينا على قلوبنا في خطورة هالمادة وما تصل فيه للإنسان. وعشان نعم. تعرفين الخطر، يمكن ما أدري، أعلنت الجهات الأمنية وتم وضع تقرير في قنوات الإخبارية والعربية على شخص قتل أسرة كاملة بسبب الشبو، وموجودة التقارير وموجودة هذه، قتل والده ووالدته وأخيه وأخته حرقا بالنار. نعم. بسبب تعاطي الشبو، لأن متعاطي الشبو مشكلته لا تقف ضد رغباته. نعم. متعاطي الشبو إذا هو مثلا متعاطي وطلب شيء، إذا وقف ضده فأنت عدوه. نعم. أيا كنت. طيب، من خلال وجودك يعني في منتصف هذه المعمعة، إذا فينا نقول،
الأهل كيف فيهم ينتبهوا؟ هل يعني هل لما بيتم الترويج هن بيحكوا مع حدا بيعرفوا أنه أصلاً بيتعاطى؟ الأشخاص اللي ما بيتعاطوا أصلاً، الشباب الصغار اللي بعدهم، طب كيف بيضحكوا عليهم وبيقنعوهم أنه لا بدك تتعاطى؟ يعني الواحد ما بيتعاطى بين يوم وليلة، أو ما بيقرر أنه أنا بدي أتعاطى. صحيح، احنا مشكلة عندنا أنه يعني ما نعرف أنه في خطر، ما نعرف أنه في أجراس خطر للمخدرات. للأسف الشابو أيضا أصبحت الآن تستهدف البنات، نعم، الشابات. طبعا محلات، بعض محلات بيع المعسل والشيشة يبيعوا أداة التعاطي اللي تسمى قرقور، هي زجاجية، غليون زجاجي يباع عند بعض محلات المعسل والشيشة. يقول أنا ما أبيع هالأشياء، أنا أبيع هذا، ويعتبرون أنه قزازة خاصة بالشيشة وهي مو صحيح. نعم. ويشتروا عن طريق مواقع، لكن هي موجودة عند محلات المعسل، وهذا أمر خطير ومهدد. الآن الشاب الصغير السن، طبعا يعني الحمد لله بفضل الله جل وعلا أنه عندنا الآن جهود جبارة من الدولة، جهود جبارة في القبض، جهود جبارة في المكافحة. صدر الأمر الملكي الكريم بتشكيل اللجنة الوطنية برئاسة معالي الدكتور توفيق الربيع. كلنا فيه بعد الله أمل في هذا الرجل، لأنه هذه اللجنة الآن شكلت منها مجموعة لجان، لجان علمية ولجان توعوية وغيرها. فهذه اللجان بإذن الله تعالى ستكون كفيلة لحماية أبنائنا في المدارس، لأن للأسف الشبو يقع فيه 14 سنة. ويمكن لو تشوفي في تقرير القناة العربية أنه أشخاص في الشبو في في مكان منتصف الطريق أنه عمرهم 14 سنة في تعاطي الشبو بدأ. فلما يبدأ هذا الشاب في هذا العمر، هذا الشاب أصلا ما يفرق بين المالح والحلو يعني، فكيف بيفرق بين أنه هذا خطر أو طبعاً. لا. أيضا في نقطة مهمة جدا، بعض الأفلام العربية تعرض شباب تعاطوا الشبو، يعني ومش مشكلة، ما يعرضوا على أنه مشكلة، يعرضوا على أنه جزء من ثقافة الشباب، شيء عادي فعلا. في أفلام عربية، نعم. هذه مشكلة. نعم. طب أنتوا كيف عم تتعاطوا اللواء الدكتور خالد إبراهيم دخيل؟ كيف عم تتفاعلوا مع متعاطي هذه المادة، وكيف عم تقنعوه بأنه يتعالج منها؟ وشو الطرق الواحد إذا بحاجة إلى مساعدة؟ في بعض الأحيان في حدا بيعلق بحاجة إلى مساعدة بس بخاف، لأنه بقول لك أنا رح أنحبس، أنا رح مستقبلي يتدمر، أنا شو الحلول اللي بده يطلع من الموضوع؟ في نقطة مهمة جدا. أول شيء، لا بد أن نقتنع أن مدمن المخدرات مريض. نعم. لا زالت الأسر ترى أن الابن المتعاطي منحرف، وهذا كلام غير صحيح. نعم. الشاب أول ما يتعاطى المادة ممكن يكون سلوك انحرافي، لكن نعم. إذا وقع في المشكلة هو مريض، هو مريض مثل أي مرض نفسي أو عضوي آخر. نعم. الواجب الآن نقف معه للوصول إلى علاجه. للأسف أن يعني المستشفيات قدراتها محدودة، يوجد مستشفيات خاصة أسعارها غالية. نعم. يعني أنا أمس كنت في مستشفى الأمل إرادة وفي الرياض، ومعي مريض حاول دخوله، ما وجدنا سرير، يعني إلى أسابيع قادمة الأسرة ممتلئة المستشفيات. فمثل هذه الحالة هذا مريض ما يمكن تأخيره، يعني أنا ممكن أعجل مريض عنده مشكلة في الكبد في الكلى، لكن مثل هذا لا، لأنه خطر على مجتمعه وعلى بيئته وعلى نفسه. نعم. فإحنا دائما إذا جاءنا الشاب لابد أن يقتنع أهله بالعلاج، لابد أن يقتنع أهله بالعلاج. إحنا ما يمكن ننصح إنسان مريض بمرض خطير ونقول له والله خليك من الشغلة دي، لا، أنت تأخذ تعالجه أول شيء وبعدين تحميه. نعم. لما تعالجه تنقذه من المشكلة تستطيع بعدين تحميه بعدة وسائل تعديل السلوك. نعم. لكن احنا بحاجة الى توسعة هذه المستشفيات، زيادة عطاها اكثر، فتح مراكز صحية. نعم. خاصة بشكل كبير، لان الشباب الان يجيني شاب يقول انا تورطت في مشكلة الشبو. نعم. وهو الرجل بدأ يعاني، بس متى يجيك؟ بعد ما تحدث المشكلة ويحدث الألم الكبير. نعم. يأتيك يمكن بعض الأوقات ما استطيع تقدم له شيء، ما تستطيع حقيقة صراحة، ما تستطيع تقدم له شيء. الناس ماسكة سرة على المستشفيات والعدد محدود، لكن الحمد لله أنا متفائل أن القريب العاجل هذا ستتغير النظرة بإذن الله تعالى للاهتمام بهذا المريض،
والعناية في شبابنا. نعم. والأهم من هذا كله الوقاية في الجيل اللي كما تحدثت أختود أنه الجيل القادم لا يتعاطى. إحنا نعم. مشكلتنا ليس المدمن، إحنا الآن مشكلتنا جيل قادم نعم. من الشباب في هالبلد اللي مستهدف، البلد الراقي، بلد الرؤية نعم. بلد التطور. وللأسف للأسف دكتور خالد، كل الأفلام، كل المسلسلات، كل الأشياء اللي بيشاهدوها أولادنا بيقدموا فيها المادة المخدرة على أنها شيء جميل، شيء عادي، شيء مقبول. أنا عم بحضر أفلام موجودة بتلاقي الولد الصغير عم يتعاطى قدام أمه قدام بيه، وبتسأل أنه بالفيلم مثلا ما في ردة فعل، طب كيف؟ ولكن للأسف للأسف، فمثل ما حضرتك قلت بتمنى من الجميع اليوم اللي عم يسمعونا ينتبهوا على أولادهم، يوعوا أولادهم، يحكوا بهالمواضيع معهم ويفهموهم خطورتها ويوعوهم أكثر بهالموضوع. شكرا كثير لك لواء الدكتور خالد إبراهيم دخيل، يعطيك العافية. شكرا شكرا، يعطيك العافية، مع السلامة. مع السلامة. إذن مستمعينا فاصل ونرجع.